أخبار اليوم. يخرب بيتك نفسك واصلا على فكره انا اللي انقصت بس بس فيلم مكتوب حلو مكتوب بشكل جديد مصروف عليه كويس اتمنى يا رب انه يعجب الناس هو بالفعل حاجه جديده على السينما المصريه ان يكتمل عدد ده من البطلات في فيلم سينما اخيرا بقيت يحسب للسينما المصريه يحسب للدراما النسائيه يحسب لشركه الانتاج الجديده شركه الريماس انها تصدت لاول عمل ليها بطوله نسائيه كان موضوع يعني طبيعه الموضوع ده كان متطلب ان عدد الستات يكون اكبر ويكون هو واخد الحيز الاكبر من الاهتمام لان القضيه تعتبر قضيه حريميه اكتر منها اي حاجه تانية.